هل تعرف ما هو أقوى شيء اخترعه الإنسان؟ إنه ليس القنبلة الذرية أو الهيدروجينية، بل إنه الهاتف الخلوي. الهاتف الخلوي قوي جداً، لا يستهتر بآثاره، فهو قوي التأثير لدرجة أنه قتل الهاتف الأرضي، وقتل التلفزيون، وقتل الكمبيوتر، وقتل الساعة، وقتل الراديو، وقتل المصباح، وقتل المرآة، وقتل الصحف والمجلات والكتب، وقتل محفظة الجيب، وقتل التقويم المكتبي أو المذكرة، وقتل بطاقات الائتمان. وأسوأ جزء هو أنه أيضاً قتل العديد من الأزواج، قتل العديد من العائلات، وقتل الود والألفة الأسرية، وقتل العفاف والحياء، وقتل الرجولة والذكاء، وقتل الطلاب، أبعدهم عن طريق النجاح، وجعلهم فريسة سهلة في مهب الريح. وشيئاً فشيئاً هو كذلك يقتل أعيننا، ويقتل العمود الفقري، ويقتل العنق لدينا، ويقتل عقلنا، ويغير ثقافتنا، وهو في طريقه للقضاء على الجيل القادم. وإذا لم نراقب أنفسنا فسوف يقتل أرواحنا، ويقسي قلوبنا، ويذهب بديننا، ويجعل الأجيال القادمة تندم حيث لا ينفع الندم.